الإنسان كائن محظوظ. معجزة العقل البشري منحته القدرة على التواصل بواسطة اللغة، وأعطته موهبة التفكير الإبداعي التجريدي. على مدى آلاف السنين استطعنا بفضل ذكائنا ابتكار الأدوات والتكنولوجيا. مشروعنا الأكبر حتى اليوم هو بدون شك التعلم الذكي. من اليوم فصاعدا سنحصل نحن الطلبة على كل ما يختزنه العالم من معلومات من خلال الأدوات التعليمية التفاعلية. رؤية الغد اليوم.